وينضم إلينا عبر الهاتف. نعم محمد النعم، محمد رئيس المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية. مرحبا بك أستاذ محمد. محاولات حوثية متلاحقة لتحقيق أي تقدم داخل مدينة الحديدة، هل يفهم من ذلك أن اتفاق السويد قد انتهى، أم أننا على أعتاب مرحلة صراع قادمة ولا متناهية؟ أعتقد أن محاولة الحوثي كلها محاولات فاشلة، واتفاق السويد في الرمق الأخير وهي آخر عملية له في هذه المرحلة، إذا لم يتم إعادة تصحيح الأخطاء خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم فيما يتعلق بإعادة الانتشار وتشكيل لجنة ثلاثية لمراقبة صحة الانتشار، فمعنى ذلك أن الوضع تفجر في الحديدة وهناك ترجيحات كبيرة. الحوثيين لا يسعون لتحقيق السلام، الحوثيين يعيشون على الحروب ويرفضون السلام. اليوم هناك حشود في باجل، هناك حشود في أكثر من منطقة، هناك تكديس ميليشيات في بالقرب من حيز، وهناك تهريب أسلحة من اللحية ومن الخوبة، هناك تهريب أسلحة بما في ذلك الطائرات المسيرة تتهرب من هذين الميناءين الجديدين. أعتقد أن الحوثيين لا يريدون سلام، وهم يتلقون بالتأكيد توجيهاتهم من إيران. إيران لا تريد سلام، تلعب بورقة الحديدة لأنها تسعى لتحقيق تقدم فيما يتعلق تحقيق أي نجاح فيما يتعلق بملف النووي مع أوروبا مع أمريكا. فلهذا نتوقع كثيرا من هذا التصعيد، ان مجرد استغلال الوقت الان والحدث باتفاق السويد، لكنهم يسعون الى تفجير الوضع. ومع ذلك اؤكد ان المقاومه المشتركه ترصد كل تحركات اصابه الحوثي، ولدينا من يوافينا المعلومات من داخل عناصرهم حتى من داخل مكانسهم، ويصوروا هذه المواقع حقهم والخنادق حقهم والحفريات حقهم وكل اماكنهم، وتصلنا هذه الصور اولا باول. واضح انه العمليه فاشله مما حاول الحوثيون. انا اقول انه ستكون نهايتهم مع الحدود وفي الساحل الغربي مقبل الحوثيه والكهروتين والى الابد ان شاء الله. نعم، ثمة من يقول بان هنالك مصالح مشتركه كما اشرت قبل قليل بان ايران هي من تقوم بالتوجيه، على مرأى ومسمع من أمريكا. يعني هنالك من يقول بأن هنالك اتفاق أمريكي إيراني على إبقاء الوضع كما هو عليه داخل الحديدة وعدم الوصول إلى أدنى اتفاق، كيف تقرأ ذلك؟ أنا أعتقد أن مصلحة أمريكا، هناك مصالح أمريكية وغربية تسعى إلى إعادة استقرار المنطقة. المنطقة الآن ملغمة بالصراعات والحشودات، وإيران تعبث بالمنطقة بشكل كبير وتهدد مصالح الغرب بشكل كامل يعني. فلهذا من مصلحتهم أن يقمعوا إيران. إيران الآن عليها ضغوطات كبيرة، إذا كان حزب الله الإرهابي الآن على مفلاته 700 مليون دولار قطعتها على إيران لا تستطيع أن تسددها، هناك خسارة اقتصادية كبيرة على إيران. أنا أعتقد أن ليست هناك تقارب، أي هناك اتحاد أو يعني ليس هناك مصالح مشتركة إيرانية أمريكية بالمطلق. يعني أمريكا هي متفردة في العالم وليس فقط في المنطقة، وهي التي ستتحكم بإيران، وهي تريد أن تستولي على إيران وعلى نفط إيران ومصالح إيران. طالما إيران لم ترضخ للتعايش مع دول المنطقة، هي الآن أصبحت تهدد مصالح أمريكا. ولماذا تراجع الرئيس الأمريكي برأيك عن اتخاذ أي خطوة فيما يتعلق بالهجوم على إيران كما حدث مؤخرا؟ بالتأكيد هو مسألة وقت، أعتقد أن المسألة ليست أكثر من ذلك ومسألة وقت، والآن هو يجري عملية تدميع للشعب الإيراني مثل ما تم للشعب العراقي، وستصل إيران إلى الوضع الذي وصلت إليه العراق، ولم تستطع أن تقاوم حتى أشهر أمام أي ضربة أمريكية مرتقبة بالتأكيد. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد النعم، رئيس المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية، حدثني عبر الهاتف من الحديدة، شكرا جزيلا لك.